يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يفعل من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى في صلاة الكسوف؟ هل يقضي ركعة كاملة؟ نعم، يقضيها على صفتها، يقضي ما فاته على صفتها، ركعة بركوعين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الرد على من يقول إذا كان أدرك الركوع الثاني من الركعة فهو لم يدرك الركعة، الركعة إنما تدرك بالركوع الأول، أما الثاني هذا سنة ما هو ركن، فمن فاته الركوع الأول فاتته الركعة، تنبهوا. نعم.